دي وحش حبيبتي. في إطار محاربة الجريمة عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لسيدي سعادة من تفكيك شبكة مختصة في سرقة أنابيب السقي البلاستيكية في ظرف وجيز وقياسي، حيث تم استرجاع 82 قطعة من المسروقات والمتمثلة في أنابيب السقي بطول 640 متر، وتوقيف شخصين متورطين في القضية تتراوح أعمارهما بين 26 و 28 سنة، مع حجز المركبة المستعملة في عملية السرقة، ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة في pgm.mdm.dz في خدمة المواطن 24 على 24 ساعة.